هنعمل الغرزة الرباعية العادية للناس اللي لسه معرفوش يشتغلوها وسألوني عليها. أول حاجة أنا هي اسمها رباعية، يبقى أربعة، بربط أربعة وبعديها بحط تلاتة تلاتة على واحدة من الأربعة اللي أنا ربطتهم وعدي في اتنين منهم. أنا عديت في اتنين من اللي ربطتهم. بقف في الجنب اهو وكرر نفس الكلام اهو كمان مرة تلاتة واجي في الجنب وادخل في اتنين منهم وكرر الكلام دوت اهوت اهو لغاية الطول اللي انا عايزاه. انا وصلت لاخر السطر اهو، اجي بقى في عشان ابدأ سطر جديد لازم هشتغل على دي، اطلع فوق كده اهو واحط التلاتة بتوعي. طالما انا معايا واحده وهي اسمها غرزه رباعيه يبقى احط ثلاثه اهو، ده السطر الثاني اهو ثلاثه، واللي دخلت فيها هعدي عليها ثاني. اي واحده هشتغل فيها لازم اخش فيها الاول اهو، انا دخلت لها مره فاضيه عديت اهو عليها مره فاضيه، والمره الثانيه هحط الكريستال فيها. اول واحده انا حطيت فيها ثلاثه لاني معيش غير واحده، ثاني غرزه هحط اثنين بس لاني معايا الاساس اللي في الارض هشتغل عليها والعامل المشترك ده، يعني معايا اتنين يبقى احط اتنين كده. انا حطيت اتنين، دي اللي بشتغل عليها ودي اللي في كل مرة اللي في الجنب دي هدخل فيها وعدي اللي اشتغلت عليها واخش على الجديدة اللي حابني عليها. شايفين اهي نفس الكلام، انا معايا اتنين يبقى احط اتنين، ادي الله واحد كده اتنين اهو. هعمل ايه؟ هخش في اللي في الجنب دي اللي انا لسه قافلها دلوقتي، بمعنى ان انا لما اجي اشتغل الغرزه دي هخش في دي اهو، انا دخلت في دي وعين هعدي في دي وقفلت ماشي، واكمل السطر بتاعي واجي لكم. وصلنا لاخر غرزه في السطر بتاعنا اهو، ادي الاتنين اهو كده وكده تمام. دي كده الغرزه الرباعيه هي العاديه، ليها طريقتين. الطريقه اللي احنا اشتغلنا بيها دي بتبين الخيط اهو، بصوا الخيط شغال اهو، الصف ده كله لو قربتوا بيها على الكاميرا الخيط باين هنا، الخيط باين اهو كله هنا باين. في طريقه تانية هعمل لكم بيها فيديو تاني ان شاء الله، للي تحب تشتغلها بتاخد ضعف الوقت وضعف الخيط عن الطريقه دي، بس بتطلع احلى من دي بصراحه. وان شاء الله استنوني في فيديو تاني هصوره لكم، هصور لكم التزويد والتنقيس في الغرزه الرباعيه العاديه عشان اللي جم يشتغلوا ورشه الورده المجسمه بتاعتي وما عرفوش، عشان التنقيس والتزويد هصورها لكم ان شاء الله وانزلها لكم. وافتكروني بدعوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.